عباد الله، والله إنها لمصيبة عظمى وطامة كبرى ورزية ما بعدها رزية. ففي الوقت الذي يمزق الإسلام وأهله في كل مكان، والعدو يستولي على الثروات، والدماء المسلمة تهدر رخيصة في فلسطين والعراق، وبينما الإسلام يئن ويشتكي، إذا بإعلامنا بكل وسائله وقنواته يدعو الأجيال ويربيهم على الانحلال والضياع، فلا ترى في إعلامنا إلا الاختلاط ورقص وغناء وفجور وفسق وتنافس على المنكرات. كلما أراد الجيل المسلم الاستيقاظ خدروه وحاربوه، حرب على الفضيلة في كل مكان، والهدف من ذلك إنشاء وتربية جيل خاضع وخانع للكفار، ثقافته موسيقى ورياضة وألحان، هدفه إشباع الغرائز واتباع الشهوات. إنها خطة ساقطة ومهينة من عباد الدرهم والدينار. هل نجحوا؟ للأسف نعم، للأسف نعم، وأفسدوا ملايين من الفتيان والفتيات، أفسدوا ملايين من الفتيان والفتيات، فويل لهم، ثم ويل من غضب الجبار. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، لقد ارتكبت أمة الإسلام بالأندلس بالأمس ما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فخالفوا الأوامر واتبعوا الشهوات واتخذوا القينات والمعازف وأنفقوا الأموال الطائلة وأهدروا ثروات الأمة في سبيل ذلك، بل أصبح المرضى يعالجون في المستشفيات بالموسيقى والألحان. فحل بهم بلاء عظيم استأصل شأفتهم ولم يبق منهم أحد، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وها نحن اليوم نكرر نفس الخطأ ونسير على خطى الهالكين. يا الله، ماذا جرى لأمتنا وأصبحت ترفع وتكرم الساقطين والسافلين؟ سبحان الله، بعد أن كنا ننام ونستيقظ على الأذان أصبحنا ننام ونستيقظ على الألحان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من ورائكم أيام خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ألسنا في زمن تسمى فيه الأشياء على غير مسمياتها؟ أليست هذه هي العلامات؟ سبحان الله، كان اللحن أذانا فصار عودا ولحنا، كنا أحياء فصرنا كالأموات وإن كان بنا حراك. ويح أمتنا صارت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، بعد أن كانت معززة مكرمة أضحت لقمة للآكلين والجبناء. كان شعارها الأخاذ الله أكبر، لكنها استبدلت الأدنى بالذي هو خير. كانت تجارتها ذكرا لله وجهادا، فأصبحت تجارتها رذائل سموها فنونا، عليها تنام وعليها تفيق، وعليها تفيق.